بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بزوار ومتتبعي قناة ومدونة تاكرو فيكسر. كما جاءنا في بعض الأسئلة على القناة، واحد الأخ كيسول كيف يمكن أن نقوم بالتخطي أو عمل باي باس للأف أر بي بالنسبة لي إيكغريك برايم إيكغريك نف برايم 2019 وإيكغريك نف إس. كما يعلم الجميع، إذا ذهبنا إلى جوجل وكتبنا إيكغريك برايم 2019 جي اس ام أرينا، سوف نقوم بالدخول إلى هذا الموقع من أجل معرفة المعالج. سنذهب للبلاتفورم، وكما ترون فإن هذا المعالج فهو من عائلة الكيرين 710 اف. كيرين 710 اف. كما نقوم بالبحث عن إيكغريك نف اس، كما ترون فهو البلاتفورم الخاصة به فهو كذلك من الكيرين 710 اف. اذا فهما نفس الطريقة بالنسبة اليهما. يبقى علينا البحث عن التست بوينت، النقط تيست بوينت الخاصة بهم. بالنسبة لإيكغريك نف برايم 2019 كما ترون فهذه هي نقطة التست بوينت، فهي توجد هنا بالقرب من كما ترون، هذا بالنسبة للأونتين الخاص بالريزو هنا. اما بالنسبة لإيكغريك اس فهي قريبة من الكونيكتور الخاص بهذا الكونيكتور الموجود هنا. نعم، اذا فما علينا سوى الذهاب الى اودين الاسلامي كما ترون وفتح الام تي كا برو. اذا كما راينا فهناك هذا من الكيرين، فهما الاثنان من الكيرين 710. لقد تم إضافة في الإضافة الأخيرة أو الإضافة ما قبل الأخيرة، لقد تم إضافة عائلة الكيرين إلى أودين الإسلامي. ثم نذهب إلى هنا، هذه الخانة كما ترون هنا، الخانات الموجودة هنا في الام تي كا برو. نذهب إلى الفاست بوت، ثم ترون هنا الكيرين سي بي يو، يعني معالج الكيرين. نضغط هنا، ثم نذهب بالنسبة إذا كان الهاتف مثلا من الذين تريد حذف الاي دي هواوي اي دي من هنا. اما ان كنت تريد عمل او فتح الاف ار بي، بالنسبه لنا هنا نريد فتح الاف ار بي، اذا فما علينا سوى الضغط هنا، هو من عائله الكيرين 710. اذا سوف نقوم باختيار هذا الاختيار ان لوك بوت لوادر واف ار بي ريست. سوف نقوم بالتعليم على هذه، ثم نقوم بالضغط على تيست بوينت حتى تظهر لنا بأن الهاتف تم أو عمل كونكت له عن طريق تيست بوينت. ثم نضغط على ستار وننتظر حتى تتم العملية. إن لم تنجح العملية بالنسبة لهذه، نقوم بتغيير إلى هنا كيرين 710 فورس يون ليك بوت اند ريست اف ار بي. هذو هما الخيارين اللذين سنحتاجهما بالنسبة لإيكغريك برايم 2019 والإيكغريك نف اس. فما عليك سوى الضغط، ثم الضغط هنا يقوم البرنامج بعمل بيباس لهذين الهاتفين. إذا هذا كل شيء بالنسبة لهذا الشرح، وإلى اللقاء إن شاء الله.